هاجس الإرهاب يلقي بظلاله على يوميات فرنسا التي كثفت من عمليات المراقبة على مستوى محطات القطارات وخصوصا قطارات تاليس المتوجهة إلى العواصم الأوروبية كبروكسل وأمستردام. السلطات الفرنسية شددت من إجراءات المراقبة حيث يخضع المسافرون إلى تفتيش دقيق يشمل التأكد من بطاقة الهوية وتذاكر السفر. هذه الإجراءات تتماشى مع ما طالبت به منذ أشهر، وهذا يعني القيام بعملية تفتيش مفاجئة داخل القطارات وتأكد من تذاكر السفر عند ركوب القطار وتفتيش الحقائب، وهذا ضروري للغاية، إضافة إلى وضع قوة خاصة مزودة بكلاب حراسة لضمان حماية أكبر، قالت سيغولان رويال وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والنقل. السلطات الفرنسية كانت قد رفعت حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوياتها ردا على هجمات باريس الأخيرة التي أوقعت 130 قتلا وما يزيد عن 300 جريح.